السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في معركة من المعارك جاء رسول النصر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه يبشره بالنصر، فسيدنا عمر لم يسمع بشارة النصر، مرضيش يسمعها، إنما اهتم إن هو يسأل الرسول الذي جاء بالنصر متى بدأ القتال، فكانت إجابته قبل الضحى. قال له إمتى النصر حسم للمسلمين؟ قال له قبل المغرب. فسيدنا عمر دخل في نوبة بكاء عميق جدا، لدرجة إن الرسول اللي جاي له بالنصر استغرب قوي، وقال له يا أمير المؤمنين أنا جاي أبشرك بالنصر، تبكي بدل ما تفرح؟ ده ربنا في القرآن بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده أنا جاي أبشرك بفتح من ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإسلام على إيدك، أنت كنت سبب فيه لأنك أمير المؤمنين. أنا جاي أبشرك بنجاة جيشك وأن هم فتحوا أرض جديدة وكسبوا أرض جديدة يذكر فيها اسم الله وترفع فيها راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفروض أن أنت تفرح مش تبكي. عمر زاد في البكاء حتى ابتلت لحيته. الراجل الرسول واقف متعجب جدا من حال سيدنا عمر بن الخطاب، فكان جواب سيدنا عمر بن الخطاب صادم شوية. قال له إيه؟ قال والله إن الباطل لا يصمد أمام الحق طوال هذا الوقت إلا بذنب أذنبتموه أنتم. يا الله، سبحان الله العظيم، هذا الوقت الذي صمد فيه الباطل أمام الحق لا يستطيع أن يصمد الباطل طوال هذه الفترة إلا بذنب أذنبتموه أنتم أو أذنبته أنا. يا الله، سبحان الله، اسمع، شمعنا. قال والله نحن لا ننتصر بعدة ولا بعتاد، وإنما ننتصر بقلة ذنوبنا وبكثرة ذنوب عدونا. شوف الملمح بتاع سيدنا عمر. سيدنا عمر كان بيعد للجيش كويس قوي، وكان بيدربه كويس قوي، وكان بيجهزه من أحسن أنواع الأسلحة، لكن كان بيلفت نظر الجيش إلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى إن هي الأساس في النصر، مش خبرتكم ومش قوتكم أبدا. نعم، هذه من لوازم النصر، ولكن لا بد وأن تستعين للنصر وعلى النصر بالله سبحانه وتعالى وبتقوى الله سبحانه وتعالى. وعشان كده كان دايما يقول إني لا أخشى على الجيش من عدوي، ولكن أخشى على الجيش من ذنوبي، لأننا إن عصينا الله سبحانه وتعالى تساوينا مع العدو في المعصية، ثم زاد علينا في العداد والعدة فغلبنا وقهرنا. وعلشان كده مهم جدا أي طالب علم عايز ربنا يفتح له، وانت بتاخد الدروس وانت بتقرأ الملازم وانت بتذاكر، لازم تستعين بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالكف عن المحارم وبإتيان ما أمر الله سبحانه وتعالى. أي تاجر عايز ربنا يفتح له الأبواب ويرضيه، وانت بتستعين بالتخطيط الكويس وبالتجارة وبالاستثمار وكل الكلام الطيب ده، لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى وتستعين بطاعة الله سبحانه وتعالى وباجتناب المحرمات. وخد بالك، المهم أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يكون لك عون من ربك سبحانه وتعالى، وإلا مهما كان القائد أنت هتتهزم. خلي بالك، وما أحد وكأسها المرير منا ببعيد، فقد كان القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هزم الصحابة. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أوامر القائد، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلقنهم درسا لا ينسوه طيلة العمر. عشان كده حبيب أختم وأقول لك أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. عشان كده حبيب أختم الفيديو ده وأقول لك استعين على قضاء حاجتك بتقوى الله سبحانه وتعالى وباجتناب المحرمات، استعين على قضاء حاجتك بكل فعل طيب تستطيع أن تسترضي به الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده تذكر دوما قول الإمام الشافعي، شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. صباحكم أمل، صباحكم رحمة، صباحكم حب، صباحكم تفاؤل، صباحكم صلاة على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.